أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية أن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله تسعى لمواصلة وتطوير تاريخها الممتد منذ قرون في التنوع والانسجام. جاء ذلك في كلمة معالي وزير الخارجية في الاجتماع رفيع المستوى بعنوان نحو مجتمعات سليمة شاملة، دورة القيادات الدينية في تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة الذي ينظمه مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي على هامش اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك بحضور معالي الأستاذ عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف معالي وزير الخارجية أن مملكة البحرين تدرك أهمية الحفاظ على مجتمعات سلمية شاملة بل سليمة شاملة وأهمية المجتمعات المتنوعة التي تضم في مكوناتها ثقافات وأديان مختلفة تعيش جنبا إلى جنب بسلام، وأن البحرين تعد ومنذ قرون نموذجا لذلك وهو سبب رئيسي لقدرتها على التغلب على التحديات. وأشاد معالي وزير الخارجية بالمبادرات الرائدة لجلالة الملك حفظه الله في ترسيخ التعايش والتسامح بين الجميع، ومن بينها إطلاق إعلان البحرين رسميا في لوس أنجلوس في سبتمبر 2017 وكذلك إنشاء مركز الملك حمد للحوار والتعايش السلمي في مارس 2018 وإطلاق كرسي الملك حمد للحوار الديني والتعايش السلمي بجامعة سابينزا في روما. وأكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد أن دستور البحرين يكفل الحرية الدينية وأنه لا مكان للعنف الديني والتحريض على الكراهية والطائفية في المجتمع البحريني. وطالب معالي وزير الخارجية بضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل أكثر من أي وقت مضى لمنع التطرف والتعصب الديني، حيث أن التناغم والتعايش الديني اللذين ميزا الشرق الأوسط لمئات السنين يتعرضان لتهديد خطير، إذ أدى التقاء الأيديولوجية المتطرفة والجهل إلى ظهور جماعات متطرفة تنشر رسالة الكراهية وتمجد الصراع، وأن هذه المجموعات المليئة بالتعصب يتم مساعدتها في بعض الأحيان من قبل دول وفي أحيان أخرى نتيجة عدم الاستقرار السياسي. وشدد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد على أهمية دور رجال الدين في مكافحة التطرف وأرساء التعاليم المفيدة واحترام المتبادل بين البشر في مختلف الأديان.